استدر من البراندات اللي سنين اتابع شنو ينزلون بصيدليات اول باول، والاشياء اللي عجبتني وتكلمت عنها بكل مصداقيه، لزقات لشد منطقه حوالين العين وتنظيف البشره المنزلي اللي تكلمت عنه. اليوم لما بتكلم عن اكسيلاج، ترى هذا لاين صار له نازل اشهر، اعطيته وقت، قريت عن مميزاته وعرفتها، بعدين قررت اني اتكلم عنه. بنات لازم تعرفون اكسيلاج ما يحدد عمر معين، مو مثل لما يكون مثلا هايرونيك او اشياء معينه نقول مثلا من عمر معين، لا، اول شيء بخلاصه زهره الكاميليا لازم تعرفون، فبالتالي فيها فوائد وأنه هي شيء طبيعي. كذلك فيها الأوميغا، فيها الكولاجين، فيها فيتامين A B، فيها فيتامين E، وايد فيها أشياء بنات. ولكن بقول لكم شغلة عن الاستدار اللي ميزة عن غيره، إنه بتقنية سيلولر ووتر، وهي تقنية إن المواد الفعالة تكون في وسط مائي، فنسبة امتصاصها تزيد، ما تحسس البشرة وما تطلع حبوب. ونصيحة لك لما تستخدمينه، أول شيء تحطين السيرم وبعدها تحطين الكريم عشان تستفيدين بنات. هالنقاط لازم تحطونها بعين الاعتبار، وغير كذي ريحته جميلة جدا. تقييمي لسيرم وكريم خطير، مستخلص طبيعي، يفيد جميع الأعمار، يعني ما نحدد من 25 وفوق وكذي، لأنه مستخلص طبيعي نفس ما قلت لكم، ريحته خيال، وخاصة حق البنت المتزوجة كعناية تحطه. وراح أبي منكم اللي مستخدمه يعطينا رأيه وبكل مصداقية، مثل ما راح أعطي رأيي وبكل مصداقية، وراح أتكلم عنه بسناب وراح أعطيه حقه، لأنه مو مجرد إعلان وفقط. إنزين، ريت البنت اللي مستخدمه تعطي رايها فيه وبكل مصداقيه، من براند جدا جدا احبه، يعني اتابعه انا بنفسي يمكن فوق 6 سنين، واي شيء ينزله بالصيدات اروح اخذه حتى بنفسي. ثاني شيء، لان بسؤال الخميس سالتكم تبون تحاليل تساقط الشعر ولا تبون الشفاء، الكل يبي الاثنين، فان شاء الله باكر راح انزل تفتيح الشفاء اللي عنده اسمرار بالشفاء وتبي تفتح الشفاء تكون معنا باكر ان شاء الله على الساعة 1 الظهر، راح ينزل الموضوع وايد مهم، بنات كثير ناطرينه.